حبتين حليب راح نسخنهم بس يصير دافي ونشيله، ملعقة أكل سكر، ملعقة أكل خميرة، ونتركها تختم. ربع كوب زبدة وربع كوب زيت زيتون، ثلاثة كوب طحين راح انزل عليهم، نص ملعقة كوب بيكنج باودر، راح ننزل ملح، نبدي نخبط ونعجن. خلصت العجن راح نتركه يرتاح تقريبا نص ساعة ونرجع لكم. اختمرت العجينة، جهزت الصينية خليت بيها ورق زبدة. عندي نوعين من الأجبان، هالابينيو وتشارد. هسه راح نبدي، أخذت قطعة راح أبدي أفردها بالصينية مالتي. بعد ما أفردتها بالعجينة راح نتركها ترتاح شوي حتى نقدر نشتغل عليها ونرجع لكم. هسه راح نبدي بعدين نفتحها بالسكينة. الشكل استعملت الجبنة اللي بيها هالابينو، هنفتحهم نجيب هاي القطع من الأجبان ونخليهم بالمكان اللي قصيناه. الشكل هذا أكمل وأرجع لكم. بعد ما خلاني الجبنة راح أرجع لها بإيدي وأخليها أغطيها بلاستيك راب وأتركها تختمر تقريبا 20 دقيقة، ترتاح 20 دقيقة ونرجع لكم. واللي ما يحب يستعمل جبنة حارة يقدر يستعمل أي جبنة مثل ما قلنا أو موتزاريلا اللي تحبه. أتركها ترتاح ونرجع لكم. سويت 4 صمون عادي وسويت 4، راح أسوي 2 بزعتر و2 جبنة وزعتر. فتحتهم بهالطريقة هاي، أول شي فتحتهم بشوبك بعدين تجي بإيدك بهالشكل. مجرد للشكل لا أكثر، حتى الزعتر اللي يطلع برا. نشوفكم وراح أسوي خلطة الزعتر ونرجع. هنا عندي زعتر بسمسم جاهز، نخلي فيه زيت زيتون، ويا زيت الزيتون راح نخليه زيت نباتي حتى لا يخترق زيت الزيتون عندنا. نزل خلطة الزعتر هذول، نزلت عليهم جبنة عكاوي وبروكيتا، وشوي راح انزل بارميجان. شوية زعتر، خلطة الزعتر اللي سويناها، نحمي الفرن على 500 فهرنهايت ونشوفكم بالشكل النهائي. خلطة الوجه بيضة وحليب ونسكافيه.
بعد ما تثناها تختمر تقريبا 20 دقيقة. هسه ثبتت النقشة وشوي نزلت الجبنة جوا، هسه راح نمسحها بخلطة دج. البركة أو سمسم للتزيين. طلعت من الفرن، طلعت بالشكل هذا. هاي الزعتر طلع بالشكل هذا. العجينة كلش طرية. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة.